في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في ولاية بنسلفانيا يوجد قصر بيكر. هذا القصر الذي يقف شامخا وحده وكأنه قطعة جاءت من كوكب آخر، وتعود جذور بناء هذا القصر والذي يشبه في تكوينه الخارجي المعابد الإغريقية إلى أحد الأثرياء الذي قد عاش في منتصف القرن التاسع عشر، وأراد هذا البناء عندما خطط لتشييده بأن يكون شيئا مميزا يتميز به أمام نظرائه من رجال الأعمال والأثرياء، وهذا السري يدعى إلياس بيكر. وقد استغرق بناء هذا القصر ما يقرب من 5 سنوات، وانتقلت إليه أسرة بيكر فور الانتهاء من تشييده. ولطالما شهد هذا القصر العديد من الحفلات والسهرات البازخة والتي تنم عن ثراء فاحش. كان بيكر يعمل في مجال تجارة الحديد في مقاطعة بلير، وكان لديه زوجة وابنان وابنة. كانت الابنة تدعى آنا، فتاة جميلة للغاية، وكان كل من يزور أبيها يأتي في الأساس من أجل رؤيتها. ولكن الأب بيكر كان يرفض تزويجها هكذا بشدة، فدائما راغب هذا الأب السري في تزويج ابنته من أحد الضباط بالجيش أو أمير أو حتى سيناتور ذو نفوذ، ولم لا؟ وقد كان العديد من الأثرياء في أمريكا يبتاعون تلك الألقاب في مقابل المال. ولكن شاء القدر أن تقع أنا في عشق أحد الشباب الفقراء، وكان يعمل لدى والدها بأجر بسيط في أحد مصانعه. فبدأت قصة صب الزفاف المسكون منذ اللحظة التي وقعت فيها أنا في حب أحد العمال العاملين لدى والدها. كانت واقعة غريبة ومجنونة لم تجعل والد أنا يعترض على ذلك الحب فقط، وإنما سعى لتدميره بكل ما يمتلكه من قوة. وعلى ما يبدو أن إلياس بيكر لم يكن يمتلك القوة الكافية لتنفيذ ما يريده، إذ أن أنا قد قررت أن تضع النهاية المنطقية لهذا الحب. عندما شعرت أنا بأن والدها لن يقبل أبدا بزواجها من ذلك العامل الفقير، فقررت أن تتزوجه بدون علم والدها، بل وتهرب معه. وقد أعدت لذلك جيدا لدرجة أنها اشترت ثوب الزفاف الذي ستزف به إلى حبيبها بعد الهرب، ولم تكن تعرف أبدا أن ذلك الثوب سوف يعرف فيما بعد باسم ثوب الزفاف المسكون. فما إن علم والدها حتى هاج وماج وطرد الشاب من العمل وزاد بالتنكيل به، حتى أنه أوصى رجال الشرطة للتكفل به حتى تم إبعاده عن الولاية كلها بعد تبريحه ضربا وقهرا. ولكن هناك قصة أخرى تقول أن العامل رضخ لرغبة أنا في الهرب، فبالرغم من أنه كان يحبها بصدق إلا أنه في نفس الوقت لم يكن يريد هذه المخاطرة، لكن أنا أقنعته بها قبل أن يكتشف أمره ويبدأ العقاب بالنسبة له، والذي لم يكن لبيكر حل سواه وهو قتل الموظف والتخلص من جثته. وفي كلتا الحالتين هرب العامل بعيدا وانقطعت أخباره. أما عقاب أنا فقد كان يتمثل في شيئين: الأول إيهامها بأن الموظف المسكين الذي أحبته قد قام باستغلالها وهرب متخليا عنها، والجزء الثاني من العقاب كان يتمثل في حبسها في غرفة منفردة لفترة طويلة من الوقت من أجل نسيان قصة الحب. وعندما حبست أنا في أحد غرف القصر لم تكن وحدها، بل كان معها الشيء الوحيد الذي يذكرها بقصة الحب، وهو ثوب الزفاف، والذي لم يكن مسكونا حتى ذلك الوقت، وإنما كان مجرد ثوب زفاف عادي. وبلغ جنون أنا حتى أنها كانت تلبسه وترقص مع الهواء وكأنها ترقص مع حبيبها، كأنها قد فقدت عقلها وكأن الزمن قد توقف عند هذه اللحظة. والحقيقة أن الأمر استمر على ذلك المنوال لسنوات طويلة. كانت أنا خلالها ترفض الطعام والشراب وكل شيء يمكن أن يمنحها الحياة. لم تعد الفتاة كما كانت، فقد زبلت وفقدت نضارتها وفقدت حيويتها وروحها وصارت كتلة من الكآبة. ورفضت أنا أن تتزوج رغم كافة العروض التي حاول والدها أن يمنحها لها، وظلت بلا زواج حتى آخر أيام حياتها. وفي النهاية مرت السنوات وكان الموت هو النهاية الرمادية لنهاية قصة أبطال ثوب الزفاف المسكون، فقد أخذوا يتساقطون واحد تلو الآخر، بداية من الوالد الظالم مرورا بالأم انتهاء بالفتاة المسكينة التي راحت ضحية لهما. الجميع مات ولم يبقى شيء ينبض بالحياة داخل أروقة المكان سوى ثوب الزفاف المسكون، والذي عاش ليحكي قصة آنا وما حدث لها من قبل والديها.
حدث ذلك تحديدا بعد أن تحول القصر وأصبح متحفا، حيث كانت بداية لحقبة جديدة من الأحداث، حيث ظل القصر هكذا لسنوات إلى أن اشترته الحكومة الأمريكية من الورثة وحولته إلى متحف ومزار سياحي. والحقيقة أن ذلك المتحف لم يكن متحف عادي، فإضافة إلى جمال القصر كان هناك شيء آخر يميزه، وهو الرعب الذي ملأ جنبات المكان. عندما تم افتتاح القصر كمتحف كان من الطبيعي أن يجذب الناس إليه، لكن بمرور الوقت أصبح الناس ينفرون منه ويحذرون معارفهم من الذهاب للتنزه به، وذلك بسبب الأشباح التي يعج بها، إضافة إلى الأصوات الغامضة والمخيفة التي كانت تسمع به في كل ليلة. كان كل شيء يدل على أن ذلك القصر ليس طبيعيا بالمرة، لكن في البداية لم يستطيع أحد الربط بين حدوث كل هذه الأشياء ووجود ثوب الزفاف المسكون في قاع القصر أو المتحف كما عرف بعدها. وجدير بالذكر أن كل من زار القصر أقسم بأنه قد شاهد فستان الزفاف الذي تم وضعه داخل دولاب زجاجي وهو يتحرك يمين ويسار، وكأن هناك من يركض به، لدرجة أن العديد من الزوار قد فحصوا الدولاب الزجاجي لتبين ما إذا كان هناك خيوط أو مصدر للهواء يحرك الفستان، ولكن وللدهشة الفستان مسكون، سكنته روح أنا التي لم تحظى بارتداء فستان زفافها قط. ومن وقت لآخر كان الزوار يقولون أنهم رأوا نساء يرقصن بينما يرتدين فستان زفاف أبيض في منطقة وجود فستان آنا بيكر، مما جعل المكان مشهور جدا للزيارة، خاصة للأشخاص الذين يبحثون عن دليل على الحياة خارج القبر. بعض المشككين بالقصة قاموا بتفتيش حجرة آنا جيدا، وقاموا بفحص الصندوق الزجاجي الذي يوجد فيه الثوب بدقة، لكنهم لم يعثروا على أي منفذ لتيار هواء أو خيط يمكن أن يكون المسبب لحركة الثوب. في الحقيقة لم يكن هناك أي مبرر لحركة الثوب سوى شيء واحد، وهو أن الثوب مسكون. بحسب بعض الروحانيين فإن شدة تعلق آنا بذلك الثوب تدفع شبحها للعودة إلى القصر من حين لآخر لتركز بسكون وهي تحتضن ذلك الثوب الذي طالما حلمت في أن ترتديه وترقص به خلال حياتها كأي عروس سعيدة بليلة زفافها. اليوم لا يزال منزل بيكر أو المتحف مفتوح للعامة، لكن لم يعد فستان آنا بيكر معروض بشكل دائم بسبب التدهور الناجم عن التعرض للملوثات الخفيفة والمحمولة بالهواء. ولكن إذا قررت زيارة المتحف ورجعت عن قرارك بعد معرفتك بعدم وجود الفستان، لا تخف، فهناك كاميرات التقطت أشكال طيفية وصور لامرأة عجوز أمام المرآة، وتم رصد الأساس وهو يتحرك، كما تم سماع صوت خطوات وتم سماع أصوات موسيقى في إحدى الغرف أثناء عدم وجود أحد داخلها، وشهدت روح في غرفة الطعام بينما شهدت امرأة ترتدي ملابس سوداء في الطابق الثالث. فمن الواضح أن اللعنة والأشباح لم تسكن ثوب الزفاف فقط.